بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تنفيذا للبرنامج الثقافي للجماعة الحضرية لفاس تحتضن العاصمة العلمية للمملكة أيام 26-27 أفريل 2012 فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الوطني لفن الملحون لهذه السنة، وهي كما قلت الدورة العاشرة التي تعكس مدى التقدم ومدى استمرارية ومدى يعني العمل الذي نقوم به في إطار هذا الفن المغربي الأصيل. فعالية هذه الدورة ستنظم بالمركب الثقافي، وستكون هناك أنشطة موازية يعني من أمسيات فنية ومن ندوات فكرية إلى جانب مجموعة من المعارض المختلفة لهذا المهرجان. نتمنى لهذه الدورة نجاحا متألقا كسابقه، ونشكر السيد حميد شباط رئيس الجامعة الحضرية لفاس لرعايته المستمرة لهذه المهرجانات الفنية التراثية، وشكرا.